買えないですから。افتقدنا اخ اللي كان كنجلس معنا يوميا، كنضحكوا معاه، كنقصروا معاه. ما الكره انا ما عمري كنبغي نهضر عليها، ما كنبغيش نهضر على شي واحد لعب الكره واش عطى في الكره. انا الكره نخليها لك انت كصحفي تبحث عليها، ولا هاد الناس اللي كيمشيو يتفرجوا في الكره. انا نهضر عليك كانسان، هو اللي غادي نهضر لك عليه. رتباوي الانسان نهضر لك عليه، خويا وحبيبي، ما دوزناش معاه قليل، وكنتلاقاو معاه يوميا. الزوجه ديالو كتسمى مقربون، وليداته كبروا مع ولدي انايا في نادي الكاف، لان هو من بعد يعني من بعد الوداد ولينا كنتلاقاو في ذاك النادي ديال الكاف، وكنلعبوا فيه تما الحمد لله، يعني مع دولمي الله يرحمه، مع كريمو، مع هذا، يعني واحد عدد كبير من الدراري انتم شفتوهم هنا، ما يبانوش لكم هنا، ماشي كويريه ديال هو نيفو، ولكن دراري اللي كيلعبوا في ذاك النادي اللي كيحبوه تيموتوا عليه، يعني يبكاو عليه مساكن. فصراحة ها هو جا بغى يتدرب، يعني كيف كنقول لك انا كالعادة الثلاث ولا الخميس، ها هو مسكين انت شتي 20 دقيقة ديال هذا من بعد طاح، يعني الله يرحمه مسكين. انا كان صراحة انا اللي غادي نفرح ليه هو هاد الناس، ان شاء الله يدعوا معاه، لانه هاد الحضور ديال الناس تبارك الله وصلنا عندي باش يجيو الناس هادو، ما كاينش شي واحد كيقولها فيه. مشينا للدرب ديالو، عيالات، كل شيء تيهضر عليه مسكين بالخير. ف الله يرحمه. انا كنتمنى على انه الناس اللي غادي ياخذوا العبره في بزاف ديال المسائل. حنا ديما تنقولوا هذه القضيه هذه. باوي خلى واحد صدى طيب، كيف قلت لك فهو محبوب عند الناس. كان بمثابه صديق واخ كبير، وكان بمثابه مؤطر في الوقت اللي كان كيلعب معنا، فهو كان كيأطرنا حنا الدراري الصغار اللي كنا كنطلعوا من الشبان ديال فريق الوداد البيضاوي. فما علينا غير باش نترحموا عليه ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يصبر عائلته. كان صعيب علينا باش تلاقينا، خصوصا كنعرفوا بان مصطفى الرتباوي المرحوم كيمتاز بواحد اللياقه اللي هي بدنيه، الحمد لله كنا مسمينه ذو الرئتين، وكان عنده واحد بون هيجين دو في، ما كناش كنتظروا بان تجي بهذه الطريقه، ولكن اجى الله وهذا، وما عندنا ما نديروا غير نترحموا عليه ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى تغمدوا بالرحمه ديالو.